الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Comme à chaque fois, je suis enchanté d'être à Oujda. Je trouve cet endroit merveilleux et l'équipe de Oujda est une équipe extraordinaire, exemplaire pour le groupe Suez. J'étais ravi de passer ce moment avec toute l'équipe et Monsieur le Pacha, avec Monsieur le Président. Voilà, c'est une belle journée aujourd'hui. اللي كنحاولوا نجمعوا فيها العمال ديالنا باش نعبروا لهم على الشكر ديالنا على هذه المجهودات اللي كيديروها في المدينه كما كتعرفوا هذا القطاع ديال النظافه قطاع حساس وصعب وفيه بزاف ديال المخاطر وعمل اللي كيدير في الميدان وفيه بزاف ديال الصعوبات دونك هذه فرصه قليل اللي كتجي باش نتلاقاو مع الاخوان ونكونوا في يعني على موائد الرحمن في جو اخوي لان ما كتجيش هذه الفرصه هذه في كل وقت فهذه دائما فرصه كنفرحوا بها بالاخوان ديالنا وكان كما شفتوا هذه الاجواء الاخويه اللي كتدور فكنتمنوا بان هذه المناسبه تعاود اكثر من مره في السنه جرت العاده في رمضان كننظموا واحد الافطار جماعي مع كل العمال اللي كيشتغلوا في النظافه ديال تابعين لشركه سيتا واللي عندها عقده مع مدينه وجده هي فرصه اولا لصله رحم معهم هي فرصة كذلك باش نشكرهم على المجهودات اللي كيقوموا بها على مستوى المدينة وفي النظافة ديال المدينة والكل كيشهد لا السكان ديال المدينة ولا الزوار ديال المدينة بأنه وجدة نظيفة وإذا كانت هذه المدينة نظيفة بالفضل ديال هاد الناس اللي كيساروا على النظافة ديالها في النهار وفي الليل في البرد وفي الشتاء وفي الصيف وبالتالي وجب أننا نجيو ونكرموهم ونجلسوا معاهم ونتقاسموا معاهم هذا الفطور هي مناسبه كذلك باش نقول لهم شكرا شحال ما قلنا لهم شكر ما يمكنش نوفيو بالقدر ديال العمل اللي كيقوموا به لصالح المدينه ولصالح الساكنه ديالها شكرا Thank you.